السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة البردة لإمام البوصيري رحمه الله. أيها المستاقون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين تذكري جيران بذي سلامي، ما زجت دمعا جرى من مقلاة بدمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبة لحوم تلقائك الخلق كله.
مير فإن أمارتي بالسوء ما تعلى من جيلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف لم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عسير الكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.